التي ترد من الجانب الجبهة اللبنانية هناك عند الحدود. مراسل التلفزيون العربي يقول ارتفاع عدد الجنود القتلى المعلن عنهم إلى 10 وأكثر من 60 مصابا في لبنان خلال الساعات 24 الماضية. إذن مراسل التلفزيون العربي يقول ارتفاع عدد الجنود القتلى المعلن عنهم إلى 10 وأكثر من 60 مصابا في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. ينضم إلينا من الجليل الأعلى مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أحمد أهلا بك. إذن تفاصيل هذا الخبر وتطورات المشهد الميداني عند الجبهة هناك ومسار الاشتباكات التي تستمر ويبدو أنها في زخم وأصبحت أكثر يعني شدة مع حزب الله. بالفعل محمد، وبحسب التحقيق الأولي فإن الحادث جرى عند الساعة 10 من مساء الأمس تحديدا في القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني. هذا وقع بعد إطلاق الصواريخ ومهاجمة منزل تحصن فيه الجنود الإسرائيليون في الجنوب اللبناني تحديدا في القطاع الشرقي دون تحديد اسم هذه البلدة أو القرية التي تحصن فيها الجنود الإسرائيليين، وهذا ما يرفع عدد الذين تم الإعلان عنهم رسميا كقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ الأمس إلى 10. منذ بداية الاجتياح البري 40 شخصا قتلوا على هذه الحدود أو في داخل الجنوب اللبناني، من بينهم 36 جنديا إسرائيليا قتلوا جراء القتال الدائر مع حزب الله إما في داخل الجنوب اللبناني أو بعد إطلاق مسيرات ووصولها إلى معسكرات إسرائيلية أو بعد مهاجمة مواقع حدودية تحصن فيها الجيش الإسرائيلي. ربما الساعات الماضية شهدت الحصيلة الأكبر من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي من ناحية القتلى ومن ناحية أيضا الإصابات. في نفس الحادث بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد أصيب 24 جنديا وضابطا، من بينهم 4 وصفت جراحهم بالخطيرة. عادة الجيش الإسرائيلي منذ أن بدأ بالاجتياح البري لا يعلن عن جميع الإصابات، يعلن رسميا فقط عن القتلى والإصابات الخطيرة، أما فيما يتعلق بالإصابات المتوسطة والطفيفة فلا يعلن عنها رسميا أو لا يصدر بيانا يتحدث فيه عن طبيعة هذه الإصابات. الحدث وقع في منطقة تشهد في الأيام الماضية قتالا ضاريا كنا نتحدث عنه تحديدا إن كان في القطاع الشرقي في محيط العديسة في محيط حولة رب سلاثين الطيبة، هذه المناطق تشهد قتالا ما بين عناصر من حزب الله وما بين القوات الإسرائيلية، وهناك هجوم مستمر من قبل عناصر حزب الله على مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي. في الأيام الأولى كانت النشوة هي السائدة لدى الجيش الإسرائيلي تحديدا بعد أن اقتحم واجتاح ويعني سيطر على عدد من البلدات اللبنانية، ولكن عديد يعني من المحللين العسكريين الإسرائيليين الذين كانوا يعتقدون أن كلما طالت هذه الأزمة وكلما طال الاجتياح البري في لبنان فإن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا ويجب إنهاء هذه العملية العسكرية بسرعة، كون أولا تحول الجنود الإسرائيليون في داخل لبنان إلى هدف ثابت أمام جسم متحرك وهم عناصر حزب الله الذين هم من بيئة هذه البلدات اللبنانية ويعرفون الجغرافيا بشكل جيد ويرصدون على ما يبدو تحركات الجيش الإسرائيلي ومواقع التمركز. ثانيا الطبيعة في تلك المنطقة لا تساعد الجيش الإسرائيلي، بعض المناطق المرتفعة كانت مثلا في الفترة الماضية تحاول القوات الإسرائيلية في القطاع الغربي السيطرة على مرتفعات أو اللبونة لأنها فيها مرتفعات تطل على رأس الناقورة وغيرها من المناطق، ويصبح عناصر حزب الله أعلى من مكان تواجد وتمركز القوات الإسرائيلية. إضافة إلى أن إسرائيل لها تجارب سابقة في لبنان وجميع هذه التجارب كانت سيئة، من ناحية عندما اجتاحت لبنان في عام 82 مثلا وأخرجت منظمة التحرير بعد قتال استمر لثلاثة أشهر، اضطرت إسرائيل أو يعني إلى البقاء في لبنان واحتلال الجنوب اللبناني ولم تستطع الانسحاب من لبنان إلا بعد 18 سنة من عام 82 تحديدا بعد تحرير عام 2000. هناك حادث آخر جرى في اليومين الماضيين وأدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين تم الإعلان عنهم مساء الأمس بعد خروج عيد سمحات هالتورا اليهودي.
هؤلاء قتلوا في منطقة قبالة زرعيت في الجليل الغربي. هذه المنطقة يعني تواجد عناصر من حزب الله خرجوا من نفق وهاجموا قوات إسرائيلية كانت توغلت في إحدى البلدات اللبنانية، تحديدا في محيط زرعيت وفي واد عميق. كانت عملية الاختطاف في عام 2006 عندما تسلل عناصر من حزب الله واختطفوا جنديين اثنين وقتلوا ثلاثة آخرين بعد مهاجمة مركبة عسكرية في تلك المنطقة. إذا نتحدث محمد عن ارتفاع بشكل كبير بأعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، عن استمرار القتال في داخل الجنوب اللبناني، ولا صحة للحديث عن أن البلدات اللبنانية هي بلدات خالية وأن حزب الله قد انسحب من هذه البلدات، ربما هو انسحب من بلدات الصف الأول بفعل هذا الاجتياح الكبير من قبل القوات الإسرائيلية ودفعها بأربع فرق إضافة إلى سبع ألوية، ولكن إلى الآن يبدو أن حزب الله قادر على إعادة توازن ومهاجمة القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. هذا العدد الكبير من القتلى والعدد الكبير أيضا من الإصابات هو يشير إلى أننا لا نتحدث فقط عن حادث واحد، بل أكثر من عملية ومواجهة حدثت خلال الساعات الماضية. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، كنت معنا من